مشاهدي قوس قزح، فقرة بنفسك. فقرة بنفسك فقرة خاصة بالجمال والبشرة، مواضيع مهمة. الليلة عندنا موضوع مهم يستحق المتابعة. بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح، اتكلمنا في الحلقة السابقة في فقرة بنفسك بالتحديد عن التجهيزات المهمة للعروسة السودانية، وقلنا احنا الجمال مطلوب، ده شعارنا، الجمال مطلوب ولكن بأمان. نرجع للمحور وأذكركم بحاجات مهمة كان قلناها المرة اللي فاتت. نمرة واحد، كان احنا اتكلمنا عن المدة المحتاجينها لتجهيز العروس، قلنا كل ما طالت المدة كل ما كانت أحسن، ومنتجات اللي هنستعملها منتجات آمنة ما بتضر بالبشرة. محتاجين لمدة، كل ما زادت المدة من سنة بتكون أحسن، ولكن أضعف الإيمان 6 شهور أو 3 شهور على الأقل. لكن بعد يعني شهر واحد احنا ما هنقدر نعمل حاجات مفيده للبشره، وتجديد البشره بيحتاج وقت، وحتى الشعر عشان ينمو بيحتاج وقت. يعني الشعره بالطول في الشهر 1 سم، فاحنا لو دارين نوقف اسباب تساقط الشعر او دارين نعالج مشكله محدده في الشعر ما هنعالجها في شهر واحد. عشان كده احنا بنقول للعروس تحددي مواعيدك من بدري عشان تاخدي عناية كاملة وكافية ببشرتك وشعرك. هنتكلم أول حاجة عن موضوع الشعر. موضوع الشعر بتتعرض العروس لكثير من المواد الضارة ببشرتها، من كريمات الفرد المختلفة اللي بتكون ضارة. كريمات الفرد الضارة بدأت تتحسن وجابوا منتجات بتعمل فرد بصورة أقل ضررا وأقل ضررا. يعني أنا بقول لما نقول أقل ضررا ما معناته أنه ما فيها ضرر نهائيا للشعر، برضو فيها نسبة من الضرر ولكن أخف ضررا. يعني كريمات الفرد المتواجدة في السوق العادية ما بنحبذها، لأنه بتقطع الشعرة، بتتشد الشعرة وبتتفرد، وبعد ذاك بعد مدة شهر أو شهرين بنشوف تساقط في الشعر، لأنه السبيبة قد تكون ضعيفة وما استحملت المادة الكيميائية لعمل الفرد للشعرة. تحسنت مسمى كريمات الفرد لمنتجات أقل ضررا وممكن تكون فيها مواد مغذية للشعر. أنا ما داير أقول بمسميات محددة، ولكن ظهر منها زي مثلا زي الكيراتين كان فيه فورم ألدهايد، وإحنا قلنا لو دارين تعملوا كيراتين تعملوا من غير فورم ألدهايد عشان ما يكون ضار بالشعرة. البروتين يؤدي إلى فرد الشعرة، وهو أقل ضررا برضو من كريمات الفرد العادية ومن الكيراتين اللي بيحتوي لنا على مادة الفورم ألدهايد. ده بالنسبة وبعدين بنلاحظ انه مثلا يكون في فرد في الشعر ويكون في صبغة او هايلايت تلوين في الشعر في نفس الفترة. الشعر ما بيستحمل انه يفرد وانه يلون بصبغة فاتحة ويرجع يلون بالوان تانية، فبنشوف انه العروس اول ما تجي من شهر العسل او تقضي 6 شهور الاولى بنلقى انه الشعر تساقط تماما، اتقطع نهائيا. ده لانه الشعر ما استحملت. وبعدين شعر من شعر بيختلف، في سبيبة قوية ممكن تستحمل المواد الخارجية الكيميائية، وفي سبيبة ضعيفة جدا جدا ممكن تتلف سريع جدا. فإحنا المفروض تكون عارفة سبيبتي طبيعتها كيف، وعارفة طولها كيف، وعارفة سماكتها كيف، هل بتقدر تستحمل ولا لا. ولو الزول اضطر انه يعمل حاجة من حاجات الفرد لمناسبة الزواج، الرجاء انه ما يعمل صبغ في نفس الوقت او يستغنى عن الصبغ خالص. يعني يعمل الفرد ويخلي الصبغ، لانه مادتين كيماويات في نفس الوقت على الشعر ما بتستحمله. لو كان في سبب لتساقط الشعر احسن انه نعالجه من بدري. اذا كانت في انيميات، اذا كانت اي نوع من العوامل المسببة، اذا كنت باخذ في عقارات بتؤدي الى تساقط الشعر، يجب علاجة الشعر قبل مدة كافية من مناسبة الزواج. ثاني نجي نقول انه الحاجات الثانية استعمالات الكريمات السريعة جدا اللي بتحتوي لنا على الكورتيزون، تكلمنا فيها كثير، بتعمل لنا طفح جلد وبتعمل لنا حمار وبتعمل لنا تصبغات سوداء، وبتجي العروس بعد 3 شهور أو شهرين من المناسبة وهي في أسوأ حالاتها. احنا بنقول دارين كريمات آمنة من مدة أطول. يعني كريم آمن في 6 شهور هيدينا نتيجة أحسن من الكريم الآمن في شهرين. أنا الكريم الآمن معناها دايرة مدة طويلة اشتغليه على مهله، لأنه هو معمول من حاجات ما بتضر البشرة. دي الحاجة مهمة برضو. تاني في ظاهرة ظهرت، حكاية زيادة وزن العروس بحبوب بمسميات مختلفة. إذا كانت حبوب النجمة أو مسميات مختلفة، أنا ما دار أتطرق يعني أسامي الحبوب في الوقت ده، لكن أنا دار أقول إنه الحبوب دي عبارة عن مادة كورتيزون. في الأغلب حبوب بتتباع بطريقة عشوائية ما تحت رعاية صيدلي، يعني هي ما فيتامينات ولا فاتح للشهية، هي بتكون بتحتوي لنا على كورتيزون. الكورتيزون بيدخل الجسم بيحبس الموية دي من أول الأعراض الجانبية، حبس الموية، وبعدها بيعمل لنا يعني تراكم من الشحوم في مناطق غير محبذة زي منطقة البطن، كويس، يرقق مناطق ثانية. يعني مثلا السمنة بتكون سمنة موضعية وفي نص الجسم،
يعني بنقول على زي الكوميسرا، ما يعني دي من السمنة الغير محببة، ده الكورتيزون الحبوب تحت الكورتيزون، بعدين بيعمل الوجه القمري وبيعمل لنا مشاكل اللي قدام، ممكن تكون مشاكل بالكلى، مشاكل في القلب من حبس الماء الموية، مشاكل في الدماغ حتى، وممكن تكون مشاكل للجنين برضو بتعمل لنا مشاكل كثيرة، ممكن تعمل إكهادات متكررة وغيره. وانا بتذكر في الحته دي يعني انا بس بحذر جدا من استعمال الحبوب اللي بتحتوي لنا على الكورتيزون او الكريمات اللي بتحتوي على الكورتيزون، خصوصا في مساحات كبيره من الجسم. يعني احنا بنلاحظ انه العروس بتمسح الماده فيها كورتيزون في وشها وفي يدينا وفي رجلينا، دي مساحه كبيره بتؤدي الى امتصاص ماده كبيره من الكورتيزون، بتعمل اضرار كثيره. وفي واحده من المقابلات مع الدكتور محمد الحافظ اخصائي الولاده بيقول انه كان نفسه يوم يعمل مداخله عشان يوضح انه كثير من النساء اللي عندهم تاخر انجاب او عندهم مشاكل في الانجاب هي نتيجة لاستعمال الكريمات بصورة خاطئة بتحتوي لنا على نسبة عالية من الزئبق والكورتيزون وغيره. تاني دا نتكلم عن الحساسيات اللي ممكن تحصل. كثير من العروسات بيكونوا ما عارفين نفسهم انهم هل هم عندهم حساسية ضد الحنة او الصبغة ولا لا. فانا بنصح العروس قبل فترة من زواجها تعمل حنة او صبغة في يدينا، يكون قبل فترة كافية مثلا عشان تشوف رد فعل جسمها اتجاه الحاجة دي، هل هي استقبلت الصبغة ولا لا، هل هي استقبلت الحنة ولا لا. لو في حساسية هتظهر في حتة بسيطة وهنقدر يعني نتجنبها او نتجنب الكميات الكبيرة منها ساعة العرس، او نبدل الصبغة بالحنة اذا كانت عندها من الصبغة، او الحنة بالصبغة بالعكس اذا كانت من الحنة. الاختبار ده مهم جدا جدا لانه في كثير من العروسات بيعملوا صبغة في مساحة كبيرة من الجسم وبيكون عندهم حساسيات اتجاه الصبغة او الحنة، بعدك بيجوا بجروح، يعني بتجي الجلد رد فعل الحساسية بيكون في شكل تقرحات، يعني بتكون زي الحريق بتاع الحريق عديل، بيكون شايلة موية بعدك بتعمل لك تقرحات وجروح، فبتقعد في فترة بتاعت علاج يعني اكثر من شهر لشهرين، وبعدك بيعمل لها اثار للحروق دي في جسمها. انا داير اقول اختبارك للماده اللي انت هتتحنني بها او الصبغه لازم يكون قبل فتره كافيه عشان انت تقدري تعرفي يا نوع من الحنه او الصبغه اللي بيعمل لك حساسيه وتتجنبيه، خصوصا اذا كنت بتعاني من حساسيات اخرى زي حساسيه الجيوب الانفيه او حساسيه العيون او الازمه، فانت احتمال تكوني معرضه للحساسيه بتاعت الجلد. في ضرر بيكون من الصبغه والحنه اكبر بعد ازاله الشعر بطريقه خاطئه ومكثفه قبل الصبغه بيوم او يومين، ده بيزيل لنا الطبقه الفوق من الجلد، بيخلي درجه الامتصاص للسموم اكثر، وربنا سبحانه وتعالى مدينا الجلد بطبقاته دي عشان يحمي لنا الجزء الداخلي ويحمي لنا الجلد والجسم من دخول السموم. فازالتها ازالتها بكريمات او ازالتها بحاجات مختلفه، ازاله الطبقه الخارجيه دي بيخلي امتصاص المواد الكيميائيه الضاره زي الصبغه بكميه عاليه جدا. يعني احنا بنلقى انه الحساسيات في العروسات اكثر وفي النساء المتزوجات ما اكثر، لانه فتره العرس بتمر بمحطات كثيره دي كلها بيكون فيها ازاله للطبقات الخارجيه الحاميه للجلد. نجي لموضوع الحساسية حقت الدخان، ودي من أشهر الحساسيات، بتعرضوا لكمية كبيرة من الدخان وكمية، وبعد مرات بيكون فيه أترب وفيه مواد ضارة جدا وكميات كبيرة وساعات طويلة، دي ممكن تؤدي إلى أثر عكسي، بتعمل لنا نوع من الحساسية وممكن تعمل لنا فقاعات وممكن يعمل لنا جروح، والجروح بعد ذلك زوال أثر في الجسم بيكون صعب جدا. داير اذكر حاجه مهمه جدا في حكايه الدخان، والعروس اذا كانت مصابه بالسكري قد ما تحس في اطرافها بالنار او تعرضها للنار، ده ممكن ايه، وانا شفت حالات كثيره زي دي عروسات مصابات بالسكري ما بيكونوا حاسين باطرافهم، يعني دايما بيكون عندهم طبعا مشكله في الاعصاب الطرفيه، فبيكون رجلينهم متعرضوا لنار عديل عملت لهم جروح صعبة جدا، ممكن لا قدر الله اللي قدام تؤدي إلى بتر الرجل أو غيرها. احنا دارين ننوه للناس اللي عندهم مشكلة في الإحساس الطرفي. تاني دارين نتكلم عن الشمس تأثيرها الضار. العروس مفروض تتجنب الشمس بقدر المستطاع، لأن هي بتؤدي إلى تلف خلايا، بتؤدي إلى اسمرار اللون اللي هم ما بكونوا عايزينه، بتؤدي إلى تصبغات كثيرة. فأنا بقول إنه لازم العروس لو عندها مشاوير او عندها حاجات للتجهيز للعرس ما يكون بالنهار ابدا، بعد المغرب تمشي، لو اضطرت انه تمشي النهار مثلا بالنهار، او اذا كانت هي شغاله ما اخذت اجازتها لمناسبه زواجها، تعمل كريم واقي بتاع شمس على حسب بشرتها، اذا كانت بشرتها دهنيه هتجيب جل احنا قلنا، واذا كانت البشره جافه تجيب كريم، وهكذا اذا بشره حساسه لازم تاخذ واقي شمس للبشره الحساسه وتعمله قبل نص ساعه مما تعرض للشمس. واقي الشمس بنعيده كل 3 ساعات اذا كان الزول مستمر انه متعرض للشمس، اذا كان ما مستمر قبل نص ساعه من تعرضك للشمس او مرقتك للشغل، وقبل نص ساعه مما انت طالع من الشغل راجع للبيت، ده بالنسبه للشمس.
انا بفضل لكن عدم التعرض كثير للشمس، يعني حتى بوعر الشمس، لانه بنلقى انه وعر الشمس بيحمينا من الاشعه الضاره، لكن في جزء من الاشعه بيدخل عشان كده، وفي كثير ما بيقدروا يكرروه كل 3 ساعات. فبقول للعروس انه مشاويرك كلها خليها بالمسا، بتحصل حرارات طارئه لازم تلجا العروس فيها للذهاب للمستشفى مباشره. اذا التحسس من الصبغه او الحنه او الدخان بقى كثير جدا الرجلين واليدين، وحست انه بقت في بقع شايله مويه، وحست انه بقوا في جروح، وحست انه الحساسيه خصوصا دي بتحصل كثير، انه الحساسيه بتاعه الحنه تقفل كل المجاري التنفسيه للدرجه دي، حتى التنفس يبقى صعب وكده. فهو بيحاول انه يجيبوا لها انتي هيستامين من اي حته ويدوها لها ويقول هتتعالج وهتبقى كويسه وكده. لا، توجهي طوالي لاقرب مركز صحي جنبك، اقرب مستشفى جنبك، عشان طوالي يدوك علاجات سريعه جدا، بتكون علاجات حتى بالوريد، يعني بتكون في مضادات، في انتي هيستامين، مضادات للهستامين، وبتكون فيها هيدروكورتيزون عشان يوقف التهيج الحاصل من في الجسم، وحتى المجاري التنفسيه بيعملوا لها يعني يحاولوا يفتحوا المجرى التنفس عشان تقدر تتنفس طبيعي، وده بيحصل كثير جدا، خصوصا لو الصبغه كانت كميتها كبيره، وكمان الصبغه في الراس الغير مجربه، في ناس بتصبغ في الراس لاول مره وبيكونوا ما مجربين الصبغه، فدي بتؤدي الى قفل المجاري التنفسيه وورم في العيون وصعوبه في التنفس، ممكن تؤدي الى القتل. فانا بقول انتوا جربوا الصبغه في الاول، خصوصا اذا بشرتكم كانت حساسه، عشان تكونوا في السيف سايد، تكونوا في الجانب الكويس. وصايا العروس مهمه جدا، نرجع نقول شعارنا الجمال مطلوب ولكن بأمان. حافظي على نفسك وحافظي على النعمة اللي ادالها ربنا من بشرة سليمة، وانت هتكوني مسؤولة من أسرة وأطفال، لازم تكوني انت سليمة عشان هم يكونوا سليمين. دي كانت وصايانا لحلقة بالبنفسك، نقابلكم إن شاء الله في فقرات من البنفسك قريبا.